فليه الصالات بدات. وحضرتك قلت لي ان بعد اول اسبوع من البطوله برج العرب خلاص مش هيبقى فيها فرق، كل الفرق هتيجي. وحضرتك الفرق اللي هتطلع من البطوله هيبقى لهم، لا عندهم بطوله تانية اللي هي كاس الرئيس. كاس الرئيس فالرابع في كل مجموعه، انت عارف هم 8 مجاميع 32 فرقه، الرابع في كل مجموعه هينضموا يعملوا مجموعتين، مجموعه في العاصمه الاداريه ومجموعه في 6 اكتوبر. جميل، يعني اللي خرج من البطوله مكمل الاخر. اه ده نظام حلو جدا، والدكتور حسن مصطفى حطه وهو عشان يبقى اللي مشارك ما يبقاش زعلان انه خرج. هو طبعا يمكن دي مجموعات هيستعرضوها معانا واحنا ما حضركوا، دي المجموعه الثانيه وكذا لو عايز. لا يعني هم بيدين مجموعه سي، كرواتيا، قطر، يعني لا انت يعني كل مثلا ايه الاستاد القاهره اللي هيلعب فيها مصر. تمام، مصر اساسا في المجموعه السبعه كابتن، مجموعه السبعه اللي هي جي. كويس، ومعاها معانا الدنمارك اللي هي المجموعه بتاعه الدنمارك اللي هي دي هيلعبوا في استاد القاهره. هيلعبوا في استاد القاهره المجموعتين دول، يبقى مجموعتين في استاد القاهره. كويس، فانت قدامك مثلا ايه هتلاقي في العاصمه الاداريه جروب سي وجروب جي لاي. هتلاقي تمام. في اسمها ايه دي في 6 اكتوبر جروب دي وجروب اتش. تمام، هتلاقي في البرج العرب جروب بي وجروب اف. 8 مجاميع على 4 صالات، كل صاله فيها مجموعتين. فيها مجموعتين. تمام، وهتتقام فيها المباريات يوم مجموعه ويوم تاني ولا في الراحه ما بينهم؟ ايوه، في يعني هنا مثلا الفرقتين بيلعبوا يوم في السبت، التانيين بيلعبوا يوم الاحد. حلو جدا. كويس، فهو بياخد راحه. خلي بالك ده اول مره احنا كنا بنلعب 9 ماتشات بينهم يومين راحه بس. انا فاكر. فبتموت على طول. حتى كاس العالم اللي فات تقريبا كان بيتلعب كان كده. فانت دلال هي اللي فيها فتره الراحه بتبقى كويسه للاستشفاء بتاع اللعيبه. كويس جدا. كويس، بعد ما يخلصوا الاول والتاني والتالت يعملوا مجاميع مع المجموع مع المجموعه اللي جنبه. يعني مثلا ايه هتلعب مع بي، يبقوا 6 فرق. يبقوا 6 فرق. تمام. يخشوا بالنتائج بتاعتهم. انا فهمت، يعني مثلا مجموعه مصر ومجموعه الدنمارك بيلعبوا على استاد القاهره، بعد ما اخلص مبارياتي هضم على المجموعه الثانيه. أيوة، اللي كانت بتلعب معايا، اللي كانت بتلعب بس الرابع هيمشي. الرابع هيمشي بقى، وهنعمل لهم كاس لوحدهم. يتعمل كاس لوحده، كاس لوحده عشان يبقى البطوله لوحدها برضو، يبقى جه استفاد. دي تخلص يوم 27 بتاعه كاس الرئيس. دي حلوه جدا النظام ده، حلو جدا. ده كاس الرئيس اللي هو رئيس الاتحاد المصري، مش المصري، رئيس الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي عاملها مثلا بقاله 6-7 بطولات. ايوه، الثانيه بقى اللي هي الفرق دي هتلعب مش هتلعب 5 ماتشات بقى بالزبط. هتلعب 3 اللي هم بتوع المجموعه الثانيه، بتوع المجموعه اللي هي الثانيه، اللي مش هلعب فرقتي، مش هلعب مجموعتي انا بقى. خلاص مجموعتك انت كسبتها. عشان كده لازم منتخب مصر يكسب السويد والتشيك وشيلي. هيروح على مين بقى هناك؟ الدنمارك هيروح. لا الدنمارك، لا الدنمارك رايحه حته ثانيه. طيب هقول لك بالظبط دلوقتي. انت عندك مثلا ايه؟ سلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا. هاي المجموعه هنا كاتبها اصلي على مهل. مجموعه مصر اللي هي اي صح؟ ايوه، مجموعه مصر المجموعه السبعه اللي هي اي لا اي بي سي دي اي اف جي لا جي جي لو انت هتلعب مع اتش. ايوه يعني فاهم ازاي؟ يعني المجموعه جي هتلعب مع اتش. كويس. اللي هي المجموعه اللي جنبك، اللي جنبك اللي في نفس الصاله. اللي في نفس الصالة. لا ما بيلعبوش في نفس الصاله، دول اللي هيجولك. دول اللي هيجولك. لو انت طالع الاول هتفضل في نفس الصاله بتاعتك. جميل. لو طالع الثاني تروح انت تسافر رايح الاول بقى اللي ايه. بس احنا مش هنسافر، كلهم جوه القاهره يعني. خلاص كله جوه القاهره. خلاص يعني المجموعتين بتوع برج العرب هيخلصوا وكله هيجي يلعب على الثلاث صالات. كله هيجي يلعب في مصر. كويس، في القاهره. انت دلوقتي هتبقى ايه طبعا ما نقدرش نقول اسم الاوتيلات. لا مش هنقدر. الاوتيل هيبقى مقفول على مثلا صاله الاستاد. حلو. والتاني الاوتيل اللي هو في العاصمه الاداريه الجديده. تمام. برضو الاوتيل مقفول على الناس اللي بيلعبوا في صاله العاصمه. ومفيش نزله في الاوتيل؟ مفيش اي الاوتيل. ما هو الاوتيل بيبقى زي ايه، برجين. في برج للنزله. تمام. دول بيبقوا مثلا المفروض الكاباسيتي بتاعت الاوتيل تبقى 50%. ده في العادي. في العادي رئيس الوزراء. في الاجراءات اللي عاملاها الدوله. الاجراءات. تمام. فهو هيبقى ايه، الاوتيل هيبقى شغال كله 50% بما فيهم الناس اللي هم البابل. حلو، جميل. اصل في كلام اتقال ان الاوتيلات طبعا اكبر من الاستاد، صاله واحد دي كانت سويها تحت الانشاء او بص تحت التطوير. كانت عامله ازاي الارض؟ لا انا عايز بقى الصوره الثانيه بقى يا جماعه، بعد ما هي في ماتش اليابان تقريبا ونجيب. لا ماتش اليابان اتغيرت تغير. تمام. بس انا عايز اقول لحضرتك ان اتقال لنا ان الاوتيلات هتبقى مقفوله. اهي بص يا كابتن الصاله، ده ماتش اليابان. الصاله عامله ازاي دلوقتي؟ حاجه ما شاء الله مفخره يعني. لا بص السقف بقى، الحاجات دي اللي كانت بتقع. لا والاضاءه جميله كمان شكلها يا جماعه، بصوا الشكل يعني ما شاء الله يعني. واللوحه تقريبا تم تجديدها برضو يا كابتن، مش دي اللوحه اللي كنا بنلعب دول؟ ايوه مش كنا. ايوه والله ينور دلوقتي مش دي اللوحه اللي احنا لعبنا بيها ايام ما كنا بنلعب. خلي بالك
طب خلي بالك عشان السقف 67 متر ما عرفوش يعملوا اللوحه بتاعت الباسكت. ايوه اللوحه اللي هي مربعه. ايوه دي معموله في الثلاث صالات التانيين فعلا يا كابتن. يعني الصاله اصل احنا خلي بالك احنا ما فيش تسريبات جايه لنا. يعني هتبقى فيها موجوده وبتشتغل دلوقتي. الجمال ده بتشتغل بالنتيجه بالاسماء بالفاولات بالتايم اوت بالطرد. انتوا عارفين يا جماعه الكابتن محمد بيتكلم عن الشاشه اللي هتبقى في قلب الملعب في النص فوق في السقف موجوده في الماتشات بتاعت الـ NBA. اه بتبقى الشاشه ايوه شايف. بص يا جماعه الله على الجمال. بص يا كابتن هي دي هي الشاشه دي المربعه موجوده من الاربع جهات. الشاشه اللي انتوا شايفينها الاربع جهات اربع جهات عليها تتعرض عليها فيديوهات ارقام سكور. يبقى في لو في مشكله حتى في الماتش بتقف بتشوف عندنا زي الفار بس بنعمله على خفيف لان عندنا الكره سريعه جدا صح. وحتى الفكر الجديد اللي جاي دي صاله ايه دي صاله العاصمه برج العرب يا كابتن. دي برج العرب هما الاثنين زي بعض. برج العرب جميله كويس. الـ 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 الفكر ان انت يعني عارف التطور بقى بتاع الهاندبول ايه بقى كابتن. ان الكره ما تخش الجون وال30 دقيقه خلصت الجون ما ينورش. عايزين يحط زي الباسكت زي ال24 ثانيه بتاعت الباسكت. قالك نفكر لها على حاجه البورد بينور بعد ال24 ثانيه في الباسكت تنور عشان ما يبقاش بس بالصوت يبقى فيجوال. ايوه يبقى فيجوال يبقى الحكم مش محتاج لان ساعات الصوت بيسبق الصوره وبقت لعبه ثواني. صح انا بتكلم صح. فالجون هينور نفسي اشوفها دي نفسي. لا الجون نفسه مش هينور. العرضات تنور صح. العرضات التايم اوت انتوا عندكم الباسكت تعمل كده تاخد تايم اوت. احنا كنا بندي كارت اخضر لا دلوقتي زرار. الزرار تدوس على الزرار يقفل الماتش يزمر والسكور يقف والتايم يقف. بس بقى في تشابه كبير اهو. الدنيا بتخش مع بعضيها يعني باسكت اليد زي الباسكت. لا 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 العنف ده لعبه قويه جدا يا كابتن. لعبه قويه جدا بس يعني